رمضان كريم، حياكم كلكم بتحديات بنفت اللي انتظرتوها من زمان. واخيرا وصلنا. تسع مشتركات تعرفونهم وتحبونهم، مسابقة واحدة وعشرات الألعاب. جو! احزر الكيك، حطوا ايدكم في الماي. هذا يزن أكثر مكات في كيس فمت أحد، والهدف تجميع أكبر عدد من البني توكنز وتمكين المرأة من خلال التعاون مع جمعية النهضة. ولأن رمضان شهر العطاء، بنفت كوزمتكس راح تدعم الجمعية من خلال برامج التأهيل المهني وتنمية القدرات للطالبات والخريجات في السعودية. ومو بس كذي، هدية قيمة بتعرفون عنها في نهاية الحلقة، فتابعونا للأخير عشان تعرفون تفاصيل أكثر. من منكم اللي بتجمع أكبر عدد من البني توكنز لجمعية النهضة؟ هل هي بيسان، لين، أسو، رغد، صبا، ريان، روان، مريم، أو لانا؟ جو بنات، جاهزين؟ أبي حماس. بنات، الحين ننتقل لفقرة سؤال ناري. أوكي؟ أوكي، أنا متحمسة الصراحة. بسألكم الحين سؤال واحد، وأنا متأكدة أن كلكم أو معظمكم بتعرفون الجواب. طبعاً. عشان تنحسب لكم الجواب لازم تكبسون على الزر. أوكي. مو بالحين، لحظة شوي. لا ده الحين ما بدينا، الحين ما بدينا. اللي بتربح بتحصل على البني توكنز، ومو بس كذي، في تويست صغير، وعلى فرصة اختيار أول تحدي بنسويه اليوم. واو، ذاتس هيوج. زين؟ يا أول تحدي. كل وحدة الحين أبيكم تحطون إيد واحد ورا ظهركم والإيد الثاني جنب الزر. أوكي. عشان نسأل السؤال. سؤال ناري. شنو هو أقرب كوكب للكرة الأرضية؟ كلكم عرفتوا الجواب يعني؟ أنا أنا لحظة، لازم أتأكد من اللي كمس الزر أول. أنا دقيقة أكلم المخرج. أسرع وحدة كانت صبا. صبا، خلينا نشوف إذا عرفتي الجواب ولا لا. أوكي، جوابي هو كوكب الزهرة. صح كلامك. كوكب الزهرة. مبروك لأنك أول وحدة تفوز. يس. صبا أخذت 50 بني توكن. يس، جود جوب. بارك الله فيك يا بنيتي. الله. أحسنتي. إلى الأمام در. هذه البني توكنز بتساعدنا عشان ندعم جمعية النهضة. بس أول شيء بنحصل رسالة من دكتورة مزنة. يلا. بعد شوي. يلا، 3، 2، 1، وصلكم الرسالة. رمضان كريم دكتورة مزنة، شكرا وايد لانك انت معنا اليوم، هذا شرف لنا واحنا جدا فخورين بالتعاون اللي عندنا اياه مع جمعية النهضة. الله يسلمك يا را، الشهر عليكم مبارك. معكم الدكتورة مزنة العمير، رئيس التنفيذي لجمعية النهضة، منظمة غير ربحية تعمل على تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا من خلال برامج تنموية هادفة مثل التأهيل المهني، تنمية القدرات، والدعم المادي والاجتماعي. بالنيابة عن جمعية النهضة، احنا فخورين بالتعاون مع بنفيت كوزمتكس ميدل ايست. حابة أشكر كل واحدة فيكم على الرسالة اللي توصلوها في هذا الشهر الفضيل ومشاركتكم في هذا البرنامج. لازم ما ننسى أن الهدف مو بس الربح، الهدف هو مساعدة وتمكين المرأة لتكون عنصر فعال في نهضة الوطن. بالتوفيق للجميع. مشكورة دكتورة مزنة الصراحة، يعني دعم المرأة طبعا من أهم الرسائل اللي نقدر نوصلها، فأنا بعد أتمنى التوفيق للجميع. صراحة شكرا للدكتورة انها يعني بعثت لنا رسالة زي هيك، عن جد انبسطنا فيها، عن جد اعطتنا طاقة وخلتنا انه احنا موجودين هلا كلياتنا مع بعض هون عشان نوصل رسالة حلوة ونساعد المرأة. وان شاء الله يا رب اللي رح يربح اليوم او رح يفوز يكون داعم قوي لهي الجمعية. كلكم طبعا لانك انت حصلتي على اول 50 بني توكن، انت بتختارين التحدي الجاي. الله. اول تحدي. بس لا تنبسط كثير. زين جايز، الحين صار وقت ان احنا نختار. صبا تختار التحدي. اوكي. سو بنادي احد من الكرو يساعدنا. صبا ابيش تختارين رقم. يلا يا صبا. رقم 5 صبا. خلينا نشوف. 3. اي تحدي اهو؟ تحدي رقم 3. خلينا ننتقل الحين لفقرة تحديات بنفت. مستعدين تعرفون شنو هو التحدي؟ أكيد مستعدين. أكيد.
التحدي هو تحدي الحر. يس يس فينا راح ناكل شيء حار. شوفوا بقول لكم اذا بي اندومي حار انا اعرف اكله. خلينا نشوف اي وحده تقدر تتحمل. ادري ان كلكم قاعدين تتساءلون شنو في قدامي صح؟ أظن تقدرون يمكن تخمنون إيش بيصير، بس قبل لا نكمل مثل ما أنتم شايفين وراكم في هلال لكل مشتركة منكم اللي بتجمعون فيه البنا توكنز. صفا صار وقت إنك تحطين البنا توكنز مالينك في الهلال مالك. أوكي. فراح أنادي أحد من الكرو لو سمحتوا تجيبون البنا توكنز حق صفا. مبروك مبروك. شوفوا حصلت بنفت. حبيت. 49 50. واو مبروك مبروك يا صبا. ثانك يو. الحين ناخذ ثانك يو كرو. خلوني اشرح لكم قواعد اللعبه. انزين عندي هنا سله كامله صوصات حاره. واو زين كل واحد وحظه في صوصات احر من الثانيه. اوكي اوكي بمر عليكم واحد واحد. ابيكم تاخذون ملعقه كامله من الصوص اللي تحصلونه. اخر واحدة تشرب اللبن بتحصل على 150 بنا توكن. عدد كبير. انزين فالحين والله كثير. انا جاهزة. حطي ايدك في السلة هني هني في السلة. سلة هني سلة يرتب. وين السلة؟ حطي ايدك هني. اوكي جايز نفتح. الله يستر. فتحوا. اخضر اخضر. شوفوا مريم. والله الله يعينكم الصراحه. اوكي جاهزين؟ يس نو. واحد ويت اثنين ثلاث. بسم الله مريم يلا. بسم الله. دخلي بخشبي. شربوا اللبن. خلي ال 150 لكم. رحت اول واحده استسلمت. نار يا جماعه والله العظيم نار. بيسان شو صار لك؟ بيسان في عالم ثاني ما سمعت منها ولا كلمه. صعبه. قول ريان شربت. لا ريان الزان ما ادري اسمع شيء راح صوت على ريان تنفسي. This too much. شبي لبن شبي شبي. I'm fine. ريان تبي لبن زيادة؟ ريان ورغد شربوا وهم اوت الحين. حق اللي باقيين ابيكم تاخذون ملعقة ثانية من الصوص واللي ما يتحمل تقدرون تشربون اللبن وتطلعون من اللعبة. يا جماعة عندي والله احر واحد احس ثقيل. شوفوا لين هذا التحدي اللي هدف سامي. إذا ما تقدرون شربوا لبن. ما راح أشرب أني. ما راح أشرب. ما راح أشرب. شربوا. أنا هذا فيه شيء حبوب كمان فوق الصوص الموجود. ما شاء الله ما شاء الله. نسوي راوند 3؟ يلا. لا لا ثواني 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 خليني أفكر. إنزين فكري شنو قاعدة تفكرين فيه؟ ما راح أنسحب. بس حاسة يا جماعة في إنسان لازم يشرب. لأن في شخص لازم يشرب. أنتِ. صبا 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 صبا. أوكي. شوف الريان قاعد عم تذاكرنا. مش قادرة حتى أنا مش عارفة كيف عم. يلا جولة ثالثة. نو نو جولة ثالثة يلا. يمكن حدا يشرب هلا. بنات الصراحة وايد صدمتوني. يعني أنا توقعت أكثر منكم تشربون لبن. الحين أنا بخليكم كلكم تشربون وبتشوفوا إيش يصير عقب. عن جد؟ شربون لبن الحين. واحد اثنين ثلاث شربوا اللبن. سبعة منكم ظليتوا لين النهاية، فاللي بنسويه بنقسم ال 150 بني توكن عليكم كلكم. السبعة اللي ظلوا. تستاهلون على جهدكم يعني انتوا كفو، والله كفو. كرو لو سمحتوا ممكن البني توكن. أول 21. ياي. لأن البنات ربحوا
جول بنت توكنز، انتم يا مشاهدينا تقدرون تربحون معانا على التيك توك. كل اللي لازم تسوونه انكم تستخدمون فلتر بنفيت، فلا تنسون انكم تستخدمونه وتسوون تاج لبنفيت ميدل ايست. الحين ننتقل للتحدي الثاني اللي اسمه تحدي الظرف. داخل كل واحدة من المغلفات علامة، انزين هذه العلامة بتعطي كل اللي يلاقيها عدد غير معروف من البنت توكنز، يعني على الحظ. على الحظ بالضبط. هذا التحدي اقوى تحدي، ولكن الوقت محدود. اوكي بنات، بعد لي الثلاثة ابيكم تدورون على المغلفات. اوكي، واحد اثنين ثلاث جو. اليوم يعني صرت سريعين. ما في تسعة، ما في شيء تحتهم. ها هي؟ ما في شيء تحتهم. ندور بعد؟ في تسعة فكرة. في تسعة مغلفات. نايس. في تسعة لازم تساوي سنتي. لقيت الثاني. لا ما بصير. لا ما يصير. اعطيها اعطيها بسهل. ها سنوي. يا حياتي ريلاي. لا تعبت. تحمست مريم. صادجة. العيد الثاني. ريتاي هو مبسوطة. ما له علاقة، انا محسوبة ويا. منو باقي؟ روان. لسه ضل ظرف واحد. دوري جوا. وين اخر ظرف؟ نساعدها. الكل راح يربح له. بس انا نساعدة. انت تعرفين وين؟ انا بساعدها. يلا مبروك. ثانك يو. وصلت اخر وحدة. هو انتصر. مين تتوقعوا اكثر حدا محظوظ؟ بنات ابيكم تطلعون شنو اللي داخل الظروف. 4 2 7 9 3 5 1 8 6 ففي هالظرف. اوكي ما ابيكم تفتحون الظروف. اوكي او ماي جاد. اعطيكم نمبر 1. منو نمبر 2؟ بقول لكم شنو داخل. بتحصلون رقم، اللي حصل رقم يضيف وراه صفر يعني تايمز 10. هذين هم البنت توكنز. نفتح وفي لا بس لحظه سمعوا، في ظرف واحد داخله اكس، اللي حصل الاكس لازم يشيل كل البنت توكنز مالينا يحطهم في الهلال الكبير. اوكي بنات، واحد اثنين ثلاث فتحوا الظروف. سبعه يعني حصلتي 70 60 30 40 50 60 ميسان. اه سلام. اكثر وحده معها صبت ال 71 بنت توكن بيروحون عند الهلال الكبير. بنات ابي اعرفكم على روبوت بنفيت كوزمتكس اسمها نجمه. انزين نجمه اي ادري شيز اور بوت. انزين نجمه من البدايه كانت تراقب الالعاب والتحديات اللي سويناها وتعرف بالضبط كم بنت توكن كل وحده عندها اياها. نجمة لو سمحتي قولي لنا كم بنت توكن عند كل بنت. رغد 80 بنت توكن. أسو 41 بنت توكن. لين 71 بنت توكن. بسال 81 بنت توكن. لانا 51 بنت توكن. مريم 111 بنت توكن. روان 91 بنت توكن. ريان 40 بنت توكن. صبا 71 بنت توكن. طبعا لانك حصلتي الاكس، ال 71 بنت توكن بيروحون عند الهلال الكبير. لا تخافون، تقدرون تزيدون عدد البنت توكنز في اخر فقره من التشالنجز اللي عندنا اياهم اليوم. خلونا ننتقل للفقره الثالثه، فرصه اخيره. في هاي الفقره نجمه اختارت ثلاث مشتركين اللي معهم اقل عدد من البنت توكنز. عندي سؤال لكم، واللي تجاوب عليه تحصل على 100 بنت توكن. فرصة كبيرة. فرصة. ولكن فرصة أخيرة. ها؟ سو جاهزين؟ ماذا يزن أكثر؟ شنو وزنه أكثر؟ طن من ريش العصافير أو طن من الحديد؟ ريش العصافير. أسرع وحدة كانت أسو. صح. اثنيناتهم نفس الوزن. صح. ذكية أختي، ذكية أعرفها. والله إني بعرف. مبروك أسو، الجواب صح. بنات طبعا رصيدكم ما تغير إلا رصيد أسو 141 بنت توكن. الله مبروك. كلش أنا سعيدة وفرحانة. الحمد لله.
والله جد لأن تروح وتجي هي هاي مبادرة صح. إنسانية بالضبط. مادين ومعنويين لذلك أنا يعني كلش فخورة أن أكون جزء من هاي الحملة حتى السنة والله وأنا فخورة فيكم كلكم أكيد لأن لين الحين تعرفون كم بنتوكن جمعنا كم جمعنا 737 بنتوكن هذا بس كله اليوم بس اليوم وهذا كله بيروح حق جمعية النهضة بنات والله أبي أشكركم على جهدكم صبا أبيك تين وياي هذين أهما كل البنتوكنز مالينك اللي كانوا داخل الهلال مالك أبيك تفضينهم داخل الهلال الكبير يعطيك العافية صبا الله يعافيكم والله وايد استانست وياك وأنا كمان بنات تقدرون الحين تحطون البنتوكنز مالينكم بعد يلا بسم الله وأنا من منبري هذا بدي أحكي إنه بدي كل حدا حضر حلقة اليوم إنه يروح يعمل لي فولو على إنستغرام عشان في كومبيتيشن برضو أنتوا بتقدروا تربحوا جوائز وبرودكت من بنفيت كل اللي عليكم تعملوه إنكم تروحوا تتابعوني على صفحتي بإنستغرام رح تلاقوها بالديسكريبشن وشاركوا في المسابقة عشان تربحوا كثير مبسوطة أني تعرفت عليكم كلكم طاقم التصوير وكل حدا وعن جد كثير مبسوطة أني كنت جزء من هذا البرنامج الحلو وبشوفكم صبايا طبعا متابعينا ما نسيناكم قبل لا نختم الحلقة لازم أذكركم أنه في مسابقة وايد كبيرة على تيك توك تقدرون تربحون تذكرتين سفر إلى سان فرانسيسكو اللي هي مقر تأسيس بنفيت كل اللي لازم تسوونه انكم تستخدمون فلتر بنفيت على التيك توك وتنزلون التيك توك وتحطون الهاشتاجز وطبعا كل التفاصيل موجوده في صندوق الوصف وكذي ختمنا الحلقه وصار وقت نودعكم رمضان كريم